لا يعتبها الهيله للناموس والوقفات، وهل فعل الكرم في ماضي الازمان الجلاوي كاسب الطرات، عتيبي يحل المشكلة ويزبن العاني، عتيبي تقدم واحتزم ويقول بالأصوات حضرنا ناخذ الأول ولا جنان بالثاني، شهر مثل الحرار وجاب عذر تخلف الهقوات، هي جات المنصة تذهل الجمهور من داني، بكار النادرة طفح تقول تخايل النجمات، عراض جنوبها واللون كالنظر لمزاني، فوارس مالي في الجنحور جرد رقاب شواشات، يا صاح الجلاوي قالت الميداني ميداني، يزينها أهلال ومطرقين من يمين ثبات، هشوش اللي اعتزوا من دونها لادي شيباني، ببعدها لفاجز العطا عن راعي الشيكات، وانا والله ملوم في غلاح الوات الالباني، لفا من دوننا يدحم جموع ويكسب الجولات، وهذه عادة دايم ليا من اللقاحاني، لفاخر به ونضرب بالصفوف القوم لا من جات، وهو قد المهمة لاقي بس شعلة ودخاني، ليا قمنا نصلي نطلب الله قابل الدعوات، يعز المملكة ولا السعود طوال الايماني، يحبون الوطن واهل الوطن لو كان ما كان، عيال معزي اللي وحد الدولة بوقت فات، وخلى شعبها عقب التنافر مثل الاخواني، هل العوجة درانا بعد ربي ساعة الشدات، نلوذ بهم عن اسطوف الليال وجور الازماني، قضى في عهدهم وقفة زمان الجهل والنعرات، وبدا عصر الحضارة والتقدم بين الاوطاني، في ظلهم خير الوطن وازدادت الخيرات، وساد العدل في كل الديار وساد الاماني، ومشعل رئيس البيعة حكيم يعشق الصعبات، يشرفنا بتوجيه اهلنا في كل ميداني، وقف معنا وشجعنا بدعمه هيلة على المدات، عسى الله يحفظه في كل عام يجيلنا عاني، نشيل الهلولة بصدورنا مبطي وفرجيات، وهو سمح الجناب اللي يحب الكل من داني، ألا يعتيب أهل هيله للناموس والوقفات، وهل فعل الكرم في ماضي الأزمان والآني، كفى وقفتكم بجنب الجلاوي كاسب الطلات، عتيبي يحل المشكلة ويزمن العاني، ألا يعتيب أهل الجلاوي كاسب الطلات، عتيبي يحل المشكلة ويزبن العاني، عتيبي تقدم واحتزم ويقول بالأصوات، حضرنا ناخذ الأول ولا جنان بالثاني، شهر مثل الحرار وجاب عذر تخلف الهقوات، ليا جات المنصة تذهل الجمهور من داني، بكار النادرة طفح تقول تخايل النجمات، عراض جنوبها واللون كالنظر لمزاني، فوارس مالي في الجنحور جرد رقاب شواشات، يا صاح الجلاوي قالت الميداني ميداني، يزينها اهلال ومطرقين من يمين ثبات، هشوش اللي اعتزوا من دونها نادي شيباني، ببعدها لفاجز العطا عن راعي الشيكات، وانا والله ملوم في غلاح الوات الالباني، لفا من دوننا هذه عادة دايم ليا من اللقاحاني، نفاخر به ونضرب بالصفوف القوم لا من جات، وهو قد المهمة لاقي بس شعلة ودخاني، ليا قمنا نصلي نطلب الله قابل الدعوات، يعز المملكة ولا السعود طوال الايماني، سلاطين على الشعب السعودي رحمة مهدات، يحبون الوطن واهل الوطن لو كان ما كان، عيال معزي اللي وحد الدولة بوقت فات، وخلى شعبها عقب التنافر مثل الاخواني، هل العوجة درانا بعد ربي ساعة
الشتاء نلوذ بهم عن اصدف الليال وجور الازمان قضى في عهدهم وقفى زمان الجهل والنعرات وبدا عصر الحضاره والتقدم بين الاوطان نما في ظلهم خير الوطن وازدادت الخيرات وساد العدل في كل الديار وساد الامان ومشعر رئيس البيعه حكيم يعشق الصعبات يشرفنا بتوجيه اهلنا في كل ميدان وقف معنا وشجعنا بدعمه هيل على المدات عسى الله يحفظه في كل عام يجيلنا عاني نشيل الهل ولا بصدورنا مبطي وفرجيات وهو سمح الجناب اللي يحب الكل من داني الا يعتيب اهل هيل اهل الناموس والوقفات وهل فعل الكرم في ماضي الازمان والان نبا وقفتكم بجنب القلاوي كاس البطلات عتيبي يحل المشكله ويزبن العاني